السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة تيتي كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدم معكم مساكة الكمامة اللي بزاف راهم يلقوا بروبليم، سيرتو المتحجبات راهم يلقوا بروبليم حتى تبلاصي الخيمة تاعها كل شيء، من بعد تلقى روحها بلي نسات الكمامة تعاود تقلع. الوغ كاين الحل، كاين هاد المساكة تحكمها وتديرها فوق الخمار، تلصقها وديرها تشد علامة. أنا بعدها شخصيا زعما الحمد لله راني يعني لقيت الحل الكمامة، ما بداش ديرونجيني. نبدو بسم الله أسهل كمامة مساكة بليتو في كسمو في ساعة، تخدميها في 5 دقائق. غادي نبداها نخدمها معاكم باللون الأبيض. نبدو بسم الله. والخيوط تكون غير من بواقي الخيوط اللي عندكم، ماشي مشروط يكون عندكم صوف جديدة ولا. غادي نخدم بخيط رقم نخدم به رقم 3 حتى 4. انا غادي ندير نستخدم كروشيه رقم 3. نبدا بسم الله عقدة البداية. نطلعوا بسلاسل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20. 20 نزيدو نطلعو بثلاث سلاسل 1 2 3 في السلسلة الرابعة، 1 2 3 في السلسلة الرابعة نديرو عمود بلفة في الثانية، نديرو عمود بلفة، نديرو عواميد بلفة بهذا الشكل. بهذا الشكل حتى نوصل آخر السطر. بعد ما كملت العواميد بقات لي السلسلة التالية، غادي نخدمو فيها 5 عواميد في نفس المكان. 1 2 3 4 5 نكملو، ندو معانا هاد الخيط نكملو في أول عمود هنا. نكملو العواميد وندو معانا هاد الخيط، نطفوه معانا أو ميم طو. نكمل حتى الآخر ونولي لكم هاد الشكل. هي بعد ما كملت السطرة تاعي راني جيت في الاخر، غادي نخدم 4 اعمده. 1 2 3 4. وشفتوا هذا العمود اللي بدينا طلعنا به في الديبي، هذا ينعد 5. وندخلو في ثالث سلسلة منزلقة بهذا الشكل، نثبتو الخيط ونقطعو. قطعو الخيط بهذا الشكل، نقوم بالتنظيف تاعه. نطفو بهذا الشكل ونقصو.
والان جا دور الازرار، نديروا هنايا القفالي، زوج قفله منه وقفله منه. انا عندي هنايا هادو قفالي غادي نديرهم، ثم اي مهم ديروا قفالي، ما يهمش الشكل ما يهمش ال... نجيبو إبرة وخيط ونقوم بالخياطة هنايا. نخيطهم ونرجع لكم. هاي دي كملت ركبت القفالي الأزرار، وهذه هي. نتمنى إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش بالاشتراكات واللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.